الرز عباره عن رز ابيض وبسله بالجزر، سمنه، قشطه، مشروم ومرقه. اول حاجه هعملها ان انا هحط هنا السمنه هحط هنا كده السمنه خلاص، ولما تقدح كويس هقوم حاطه عليها المرقه مع الميه. وهنا بقى هعمل ايه؟ هنا بقى هحط برضو السمنه معاها فص تومه كده مفروم، ممكن بصل كمان لو حابين، بس ايه نحط البسله، وحاطين كمان معاها فاصوليا. رز بالخضار ده بيبقى لطيف جدا، عايزه اقول لكم، وهنعمل فيه تكايه كده حلوه النهارده هتعجبكم قوي. ماشي، احط له بس كده ايه شويه كده فلفل اسود، وهنا برضو فلفل اسود. خلاص وعبال بقى ما يتشوح هجيب المشروم كده. شايفين كمية المشروم؟ طبعا انا جايبة كمية كبيرة عشان عايزة يبقى فيه يعني الخضار هيبقى اكتر من الرز، بس طبعا انتوا حطوا الكمية اللي تعجبكم. عايزة كده يبقى رز بالخضار مفيد كده واحنا صايمين، عشان الجسم بنقعد صايمين فترة طويلة جدا، فالجسم بيحتاج فيتامينز وحاجات لازم نعوضها بيه في الاكل، فما ناكلش اي حاجة، ناكل اكل فيه خضار كتير، فيه بروتين، مش لازم النشويات هي اللي تبقى كتير. نقطع كده المشروم طيب، ابتدي بقى احط المرقة. وهحط كمان الميه واسيبها لحد ما تغلي. عايزاه يتشوح كويس جدا. ابتدي بقى كمان احط المشروم معاه. هحط هنا بقى الملح، بس وهسيبه يستوي نص سوا، وبعدين هبتدي احط معاه الخضار. هسيبه يستوي كده شويه عشان مش عايزه الخضار يدبل قوي. الخضار هقلبه كده كويس قوي، واحط معاه القشطه. عايزه اقول لكم بيخلي طعمه حلو قوي. نحط معاه القشطه ونقلبها كده، بس نقفل كده عليه لحد ما يستوي.